بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. خنقوني وأفسدوا توازني، سمموني فأحدثوا ثقبا في طبقة الأوزون، حتى الأشجار التي كانت تخلصني من غازاتهم لم تعد قادرة على مجاراتهم. سمعت أحدا يذكرني أنا ما قصرت في واجبي، لكن الإنسان قطع صيقاني واقتلع جذوري، صنع مني الأخشاب والأوراق ولم يكلف نفسه بحمايتي، سمم التربة التي أنمو عليها والماء الذي يجري في عروقي. الأمل، ألا يوجد من يوقف هذا الإنسان عند حده؟ اتركوني اتركوني أخرقوا بفيضاناتي. أنا من رأيي أن نرفع دعوى ضده في محكمة الضمير البشري. سأحاول جمع الشهود من حيوانات وباقي مكونات الطبيعة حتى تكون قضيتنا قوية وحججنا دامغة. خنقوني، سمموني، خنقوني، خليه يمشي للبلاصة. سير لهيه لهيه. سيد القاضي، لقد كلفت نفسي بالدفاع عن كل ما هو جميل في هذه الطبيعة التي خربها هذا الإنسان ولم يرحمها. ماذا تقول أيها الإنسان في التهم الموجهة إليك؟ سيد القاضي، لا أعتقد أنني سببت كل هذا الدمار والخراب الذي يتحدثون عنه، إنما هو فقط تهويل للأمر. سيد القاضي، إنه يستمر في النكران، أرجو من محكمتكم الموقرة استدعاء الشهود. استدعي الشاهد الأول. الشاهد الأول، عرف بنفسك. مجمع جميع الكائنات الحية هو أن نقياً تستنشقه، لكن منذ الثورة الصناعية امتلأت بغازات دمرتني وخربت توازني. استدعي الشاهد الثاني. الشاهد الثاني، عرف بنفسك. أنا الماء الذي جعل منه الله كل شيء حي، كانت دورتي مرتبة ومتوازنة، أما الآن
مبيدات وأكياس بلاستيكية والمياه العذبة، فقتل العديد من الكائنات الحية. استدعي الشاهد الثالث. عرف بنفسك. أنا طائر النورس الأرض، أعيش في البر وأتغذى من البحر، لكن من الإنسان خربوا وسط عيش بتلويجهم للماء، أصبحت أسمع بالزيت والنفط عوض الماء. سيد القاضي، أرجو منك استدعاء الشاهد الأخير. نادي على الشاهد الأخير. عرفي بنفسك. شجرة ريح تجر أكسجين وأصفي الهواء من سمومه، لكن من الإنسان قطعوا الأشجار وحرقوا الغابات ولم يعود الأشجار المقطوعة بغرس أشجار جديدة. سيد القاضي، يتضح أن الإنسان سبب ضرراً كبيراً للطبيعة، لذا نطلب من محكمتكم الموقرة بتطبيق أقصى العقوبات على هذا المجرم. ماذا تقول أيها الإنسان فيما سمعت؟ الميكرو. سيد القاضي، أبدأ كلامي بتقديم اعتذاري لكل مكونات الطبيعة الذي أفسدت بسببي، وأعدكم ببذل كل ما في وسعي لحماية مكونات الطبيعة وحمايتها مهما كان قراركم. محكمة. جميل، يكفي المرء نبلا أن يعترف بأخطائه، ومع ذلك فإن المحكمة حكمت عليه بالأحكام التالية: أولا، الحد من تلويث الطبيعة. الحد من تلويث الطبيعة. ثانيا، غرس الأشجار وحماية غابات وباقي الكائنات. غرس الأشجار وحماية الغابات وباقي الكائنات. ثالثا، تنظيم حملات التحسيس والتوعية لفائدة جميع بني البشر.